جيت عليه انا حقه درايفر. الله يحييهم يا هلا. الله يبقيك، مرحبا والله ومسهلا. يلا حيهم. خلنا نجي كذا يا ابو غنى طيب. شباب لا الكلاسيك. تعال هنا يا ابو خالد. تفضل يا ابو. هلا والله ابو حمد. والاستاذ خالد السبيعي. الاستاذ عبد الله الفرحان. من الناس اللي مهتمين بالسيارات الكلاسيكيه. طبعا اليوم بغينا نخلي الدخول كذا بشكل مختلف، بنعطيهم حنا المجال انهم يتكلمون عن السيارات وعن الهوايه هذه اللي الناس الايام هذه طايحتهم فيها. حنا نجي نشوف السيارات ما حد يدري قيمتها ما شاء الله تبارك الرحمن. تفضل استاذ خالد. هي هوايه قديمه جديده، فالشباب احنا اليوم جينا تقديرا لكم. الله يطول في عمرك. مرحبا بكم. جينا بسياراتنا من الرياض مخصوص لكم والله. مرحبا بكم والله. انا معي الشفر موديل 49 منصور مع المبالة 64 والمبالة الاسود درايفر ذا وش اسمه؟ وسيارات ابو حمد هذا لا الازرق. الازرق وش اسمه؟ الازرق الكامينو موديل 70 شفر الكامينو موديل 70 اعجب ام محمد. طيب وش زين انا وش عيني عليه ابد في ذاك. الله يطول عمرك. وهذا ونيت شفر 53 والدركتل. وهذا اللي هو اليونوموك مرسيدس ما شاء الله. هذا مرسيدس بالستينات هذا موديل تقريبا والسبعينات ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا الاخونا ابو عديب عبد الله الله يبارك له فيه ان شاء الله. طبعا انا جيت شباب جيتهم في الدرعيه اول يوم تذكرون اول حلقه لنا يوم جيت كان ابو محمد ما هو موجود. طلعت ورحت كان المهرجان في الدرعيه. اول شيء وقت تكلمنا على ذاك المهرجان والمهرجانات اللي تقام، في مهرجانات واجد تقام في السيارات الكلاسيكيه والله في المملكه يعني مو كثير يعني. في مهرجان الدرعيه العام الماضي يا فؤاد اقيم تقريبا السيارات المشاركه يمكن الشباب يذكرون كان حوالي 450 سياره. السنه هذه اقيم المره الثانيه وكان الشباب كلهم شاركوا بسياراتهم كان في نصيب الفوز فيه. العام الماضي سيارتي اخذت المركز الثالث ما شاء الله في فئه الاربعينيات ما شاء الله. وشاركت بها في مهرجان الظفره في دوله الامارات العربيه في نهايه 2016 اخذت اجمل سياره تراثيه في المهرجان ما شاء الله. الجوائز كلها موجوده. انا اول مره ادري ان السيارات لها مزاين. لا في كل شيء له مزايا ما شاء الله. والله لو جيت معي ذكر الدرعيه تشوف يا ولد شيء شيء ما شاء الله تبارك الرحمن. الدرعيه السنه هذه وتراني تباركت عليها يوم جيت. السياره هذه فازت ترى فازت المركز الثاني يوم اني جيت انا. اي نعم في الدرعيه ذاك اي نعم فازت في الدرعيه والمركز الثاني والشباب برضو شاركوا وبرضه اخذوا مراكز في الدرعيه. لا هذا الونيت اخذ المركز الثالث السنه دي. انا اول مره اشارك فيه ما شاء الله واخذ في الدرعيه المركز الثالث من الفئه اللي فئته اللي هي الخمسينات وان شاء الله خير. وحنا نطمح ان شاء الله السنه الجايه المهرجان بيكون اقوى من السنه دي واللي قبل. طيب ليش ما نشوف المهرجانات حقت السيارات الكلاسيكيه ما اي والله من جد ما في لها يعني ما نشوف اعلان عنها ما نشوف تسويق. احنا لا اشتغلنا سوينا اعلانات من بدري سوينا اعلانات من بدري لكن ممكن يكون ما ادري يمكن ما وصلكم الشيء ذا ولا احنا نازل اعلان يعني في التلفزيون السعودي ونازل الاخير حق الدرعيه ايه الكلاسيك 2 ايوه ايه نعم نزل ونازل وفي بروشرات موزعه في والله الحضور يوم جيت انا كان حضور جدا قوي بس اتكلم انا عن نفسي انا واحد قريبه عندي في الدرعيه ولا دارت الا من خالد جو من الكويت من الامارات من قطر من البحرين من عمان الخليج كله جاء كويس. فاذا كان واصل سيتا للخليج فما بالك هنا ممكن انت واصل ما وصلك معلومه ولا ايوه. طيب تقريبا الزوار وصلوا الى 15000 زائر ما شاء الله تبارك الرحمن. لا سعد يمكن قصده يعني ان ما لها المفروض يكون لها اهتمام اكبر صراحه يعني ايه؟ يشجعون الناس على الاشياء اللي زي كذا. هذه رياضه تعتبر من الرياضات يعني هذه رياضه وهوايه برا تحترم. فاحنا نتمنى انه يصير لها تقدير اكثر من اللي احنا قاعدين ندعم يعني كاشخاص وانا كمجموعات يعني هوايه ما هي بسيطه اصلا. الناس تجيب هذه مبالغ كبيره صحيح تتعب عليها يجيب لك المرايه ما ادري من وين واسطب من وين يصبغها سعرها كم توصل؟ كم توصل؟ تختلف على حسب رغبة البايع والشاري. ففيه مبالغ ما احنا مختلفين يا ابو غنى ما احنا مختلفين انا حطيت عيني على الموتر وابو محمد حط عيني على الازرق. الموتر هذا مقدم يا ابو الله يطول في عمرك. انا جاز لي مرسيدس بحط عليه تانكي للبل والله ما يغرس ما شاء الله. هذا ما في امل يغرس ذا ها؟ هذا ما في امل يغرس ذا ما شاء الله تبارك الله. طيب نبغى نشوف الجوائز في السياره ونبغى نشوف السيارات الشباب اللي يبغى اللي بيطمر له في موتر تفضل نتفرج على المواتر ونشوف الجوائز اللي فيها. تفضل ابو محمد السيارات كلها لحدك تدق سلفه وتريوس ليش رايح الاصل؟
هذه جواز كلها للموتر ذا ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الرحمن. مبروك هذا الموتر. الله يبارك في يومك. ايه هذه ولد ولد العام الماضي انضف المحرك من خزان بعيد ما شاء الله. جالس الدكتور ناصر المسعد سويتش تطفر تشغل طفت من نفسها. مواصفات السياره ما شاء الله في جوائز. لا لا وهذه كان افضل عرض في السنه هذه في مهرجان الدرعي. ثاني افضل عرضي هذا اللي حضرته انا. اي نعم هذه بركاتك ترى. ترى هذه تراني انا اللي جايبها. وين الكاميرا؟ لا في واحده ثانيه بعد. هذه ترى انا يوم جيت الدرعيه ذاك اليوم السياره ذي فازت بهذه وهذه فازت بثنتين. اكتبوا اسمي تحت اثنتين فازت بهذه وهذه ما شاء الله. الله يوفقك ان شاء الله يبارك فيك. انا براكب لك اي مره. وكان الثاني بعد الدرعيه في هذا. لا ما شاء الله فات. هذه الدرعيه 2016 هذا اللي معك 2017 ما شاء الله. وهذا في مهرجان الظفرة وفي مشاركات ان شاء الله قريب ان شاء الله باذن الله. علمني عشان اجي أبد. عشان عشان تفوز السياره. هذا في الامارات. الله يبارك لك فيها ان شاء الله. قول لنا عشان الله المركز الاول. الله يحييك وجودكم شرف. الله يطول في عمرك. السلام ورحمه الله. مرحبا مرحبا حياك الله. نعم والله خالص. يلا حي مرحبا غني. الله حي. كيف حالك؟ مساك طيب. مساك طيب. شلونك؟ كيف الحال؟ مساك طيب. يلا حيه. التراث والاشياء الكلاسيكيه لمسات جميله رغم اننا ما عشنا ولا تعايشنا مع الا انها لها روح وريحه التاريخ. صحيح. انت الان لما تطلع بها ايه تاخذ كل الجو في الشارع كله. ثاني خالد سلم تفضل. لما تطلع بها تاخذ الجو كله في الشارع في المكان يعني لها طابع خاص. طيب ليش ما نشوفها في الشوارع تمشي؟ والله عاد في الشوارع تمشي عاد هذا شيء ثاني. اول شيء ما تشاهدي فيها ودريك. اي اول شيء زحمه الطريق وسيارات اغلب الاربعينات والخمسينات ما فيها مكيفات. لا غير ذلك يجيك واحد والله يحكها من عاد يدبرها تنسى الطلعه كلها. والله العظيم والله مشكله. لا بس فيها الحين نشوف بعض السيارات المعدله اللي تمشي في الشوارع وذا. فالسيارات ذي اللي مثل هذه القديمه ما نشوفها الا في المهرجانات لاجين يعني الساوت ما يجي ما مثلا ما يكون لها مسيره ما يكون لها. اغلب المسيرات انت عارف المرور يتحكم في الموضوع وانه لازم يكون لها تصريح معين وكذا وانت عارف الشغلات هذه كلها. الشيء الثاني انه اغلب السيارات تكون بطاقاتها بطاقات اقتناء. فالمفروض نظام انها تكون في البيت. صح ما تطلع. صح من بسير. فهمت قصدي؟ هذه ما اقتناء. لا هذه سير. بعضها اقتناء تحريم. ما شاء الله تبارك الله ذي مدلعه. ما شاء الله تبارك الله. الامارات ابو ايش؟ ابو مفلح. ابو مفلح. بقول لي عندي سؤال. أسلم. سؤال قانوني شوي. أسلم. طبعا احنا سمعنا عن نظام انه السيارات من 94 اعتقد او 96 ما يطلع لها تصريح او ترخيص في القياده صح ولا لا؟ انما تعطى لوحات او انا ما شاء الله فيها اللوحات لها مركبه. اي سياره عمرها فوق ال 30 سنه لو خارج المملكه تدخل لأنها تعتبر سيارة كلاسيكية. تمام. أقل من 30 سنة عاد يحسبون عاد على المدير. لا زي ما قلت غير مسموح فيها القيادة أول يوم من الداخل. على حسب نوع الاستمارة اللي نطلع على السيارة إذا كانت اقتناء أو تستخرج لها استمارة يعني الأشياء الكلاسيكية تستخرج لها استمارة. نعم صحيح. ممكن إنك تقود فيها في الأجواء يعني في الرياض. صحيح صحيح. تتحمل حر الرياض. يا أخي أنا عندي سيارة في الشتاء أكثر طلعتنا في الشتاء. أزين. فحر الرياض ترتفع يعني. لا مو عن حرارة بس حرارة الجو لأن السيارة ما فيها مكيف. إيه حرارة الجو عليك انت كشخص ولا حرارة السيارة ما في ذيك الحرارة. طيب سؤال اخير ابو مبلح نبغى عشان نوضح الامور كلها واذا عندكم شيء تبون تعلقون عليه علشان نمشي. اللي بيشتري السيارات هذه من وين يشتريها اول شيء؟ والله فيه هنا في المملكة وفيه في الخارج برضه. برا يجيبون الشباب من برا من امريكا اغلب السيارات من امريكا. ارخص طبعا. اي ارخص ارخص ولا يعني نوعا ما على حسب نظافة السيارة على حسب معرفتك اذا كان لك معارف هناك يعني ما حتشتري شيء ما حتعرف الصيانه. انت جبتها على الجرح هنا الصيانه وقطع الغيار. اي ما انت مليل لان ما في متخصصين. طيب خاص الصيانه اللي انت تعرف قطع الغيار ما في ذيك المشكله. لاحظ اغلبهم ما يسافر عليها. صحيح. خليها على قولتهم حقت قطع الغيار تقدر تطلبها من برا وبتجيك. لكن قطع الغيار خصم خصم مشكله الصيانه ما في متخصصين. وغير كذا لو في واحد اثنين يقول لك لا انا بدل ما اجلس اسوي صيانه للسياره هذه يوم كامل انا اسوي لي صيانه لسياره جديده في نص ساعه في ساعه خلاص انتهى الموضوع. انتم اللي تسوون صيانه بنفسكم؟ والله بعض الشباب هم اللي يسوون صيانه لسيارات بنفسهم. جيبوها الكويت. في طيب ابو في الكويت في عندك كل ديره كل ديره في السلام بالكويت الشيخ ناصر محمد داعم فريق الزرقاء لابو حمد. تفضل ابو حمد.
تعال هنا. نفس سيارتي بالضبط سأعلمك يعني، بس إنه شوي يعني شوف من جوا ما فيها دركسون حقت، مو ما فيها دركسون، دركسونه يختلف يعني. ايوه إيه؟ انت عندك نفس هذا الموديل؟ نفس الموديل بالضبط. كم موديل حقت هذا؟ 70. 70 اي نعم. اي انا نفسه بالضبط يعني، كانت 70 بس شو اسمه كم. طيب ورا ما جبتها هنا مش لا تطيح صالح يطالع في صالح المخرج عشان اذا سرقت السياره بعدين اقول هذه نفس حقت. طيب في مهرجان قريب لكم ابو مبله؟ والله حاليا لا، ما في مهرجانات قريبه. السنه الجايه ان شاء الله. السنه الجايه في الدرعيه، في الان في الرياض وفي السعوديه بصفه عامه. مشاركات بسيطه انا اقول، لكن كمهرجان رسمي باذن الله السنه الجايه جائزه الملك عبد العزيز تلاقي لكم باذن الله. باذن الله ان شاء الله. مفروض فعلا ان شاء الله السنه هذه السنه هي اول موسم، ان شاء الله الموسم الجاي لكم تشوفون شيء. ما حد قربوها الحين الظاهر بعد. اي خلاص. طيب المشاركات البسيطه هذه وين تكون دائما غالبا؟ وين تكون اللي بيجي بيشوف مثل هالسيارات هذه يتفرج عليها؟ احنا كجروب لنا تجمع كل اسبوع. كل جمعه؟ كل جمعه من الساعه 8 الصباح الى الساعه 10 الصباح او الساعه 11. اللي بيجي منكم الله يحييه في غرناطة المخرج 9 مخرج في المقهى اللي جنب اكسترا. المقهى هناك نتجمع نجيب خبرات، هذا سيارته تعطلت وش كيف صانها، نستفيدون من بعض، نستفيد من بعض. كان منتدى وبعض الشباب ما شاء الله عليه، يمكن ابو حمد اعلم مني في الامور، بعض الشباب بنفسه هو اللي يصلح سيارته. احيانا احنا جايين واحد منا تخرب سيارته في المكان، فواحد من الشباب يتبرع ما شاء الله ويفك ويركب ونصلح ونمشي. طيب تبغون نسير عليكم ونصلح معكم؟ حياكم الله. تعلمون كيف تصلحون. مهرجاناتكم اذا جت مثل مهرجان الدرعيه راح الناس من وين تدري به؟ لا احنا مكونين مجموعه، احنا مجموعه اللي تدير المهرجان. مجموعه اعلاميه ومجموعه حقين اللي هو مثلا التنظيم والمشتريات والامور هذه كلها. احنا مجموعه معنا الدكتور ناصر المسعري ما شاء الله، والاخ سطام الحزامي زين ولا يهونون باقي الاخوان، كلنا احنا كلنا مقسم له عمله احمد، ونرتب امورنا ونشتغل على الحال. اجتهادات شخصيه ترى، اجتهادات شخصيه يعني، ما في جهه تدعم، ما في جهه تبادر الامور باذن الله ان الجهات بتاصل ان شاء الله. احنا نتمنى مثل هالامور يا اخي. مهرجان اللي جاء للمهرجان، انا اول مره يجي مهرجان للسيارات الكلاسيكيه اللي في الدرعيه، فاللي يجي مثل هالمهرجانات يا اخي والله العظيم انه شيء ممتع جدا، شيء يحيى البلد. المهرجانات هذه جدا ممتع يعني. السنه هذه ما شاء الله المهرجان، حتى يمكن انت جيت وحضرت لما وصلوا الشباب الفكره، الملك الله يحفظه شارك اربع سيارات، شارك فيها الملك سلمان باربع سيارات. جيت شفت انا يمكن شفت سيارات الملك سلمان وسلطان بن سلمان برضو شارك بثلاث سيارات، من ضمنها السياره اللي جاء اللي نزل عليها يوم جاء من الفضاء. ايوه اي شفتها اللي كانت حقت الموضوع. عندي وانيت لو اني شاركت به، واد وانيت اللي في القريه شارك به، وايد رفيقنا حق اللي جبناه من القود هذاك في ذكريات سيئه للطيش بشارك به يا ولد. ما في ابد اللي طاح فيها اللي طافنا الطويرش على وجهه. الله يبيض وجيهكم. بيض وجيهكم. الله يسلمك. يعطيكم الف عافيه. الله يعافيك. شيء تبون تقولونه تبون توصلونه؟ والله ابد ما نبي الا رضاكم، واهم شيء نكون وفينا معكم. الله يطول في عمركم. انتم بيض الله وجيهكم، جيتوا لبيتوا الدعوه وما قصرتوا، والمقصد احنا ان نظهر مثل هالامور. طبعا الناس اكيد يعرفون اللي هي الهوايه هذه، لكنها ما هي بازه ولا هي مدعومه للاسف، لكن ان شاء الله انها بتدعم في الايام الجايه. مثل ما قال ابو محمد ان شاء الله نلقاهم في جائزه الملك عبد العزيز السنه الجايه ان شاء الله، وان شاء الله من افضل الى افضل. بيض الله وجيهكم على جهودكم، خصوصا انكم تكسرون المسيره والشله. الله يسلمك. ما تقصرون مره ما تقصرون الله يقصركم. بيض الله وجيهكم. ما قصرتوا. بيض الله وجيهكم. احنا نستاذنكم يا ربع بنمشي نجي نسلم عليكم. نركب انا ابو محمد الحين ورانا طال عمرك. ها مره لا هذا لا تستاذن منه. عارفه لا تستاذن منه. موترك ابو محمد. يلا موترك. العيال مشوا على الموتر. يلا نستاذنكم. يلا ها نفلح معك. وين تفلح؟ نروح ونجي. اقعد هنا يا رجال. وراك ابراهيم ذلي بيسدنا كله. وراك ابراهيم يا رجال. الله يعطينا الخير. ذكرت؟ لا والله ما قلت. تمشون؟ بنمشي مره مره. ها اسلم. بنمشي بالحلال. خلاص يا رب انا خوينا. انا عندي والله مره. انا عندي والله كلمه يا سعد تحلي يا شيخ. طيب ترى قد ذاك الله خلنا خوي. عندي والله كلمه للربع سعد لبيه وشيء في خاطري. سم
والله يا ربع جيتكم ذي على العين والراس كلكم جميع النجم المتالق مغلق صروه الباقيين سعد الدوسري الله يرضى عليك الله يرضى عليك كلكم نجوم وجيتكم ذي والله على العين والراس وما قصرتوا والله يجزاكم خير ودرها مقبوله الهدايا اعطاكم جميل وانت وافي الله يهديك والله ما ودنا مسرقين احنا كمان دخل جابنا شيء ماك تجيب لنا كرك وتجيب لنا شاي سعد هذول جايبين ما قصروا ما شاء الله تبارك الله انا عطيت لك الكبير نروح نجيب لهم لي يلا يلا السنه الجايه ان شاء الله تجينا في المهرجان ويعطيكم خير زين لا تنكم المره والله اليوم الله يسلمكم حلالكم اي وقت الله يحييك ما شاء الله تبارك الله يسلمون ويعطيكم خير ويكفاكم شر توكلنا على الله يلا ريوس هذا يا صاحبي زحمه الخريس وشين هذا مره اللي ما يدري كرمكم الله يا رب احنا بنمشي امان الله اشوفكم على خير ان شاء الله لكم زي ما ست صغيره لا ماشيين 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 انت حر الخير توكلنا ولا جاي ها لا ما بدخل عليك شيء يا رجال روح ذاكر ذاكر امسك زاويه هنا وروح ذاكر يلا دروس الاول سلام اشوفكم على خير ماشيين يا رب استاذكم يلا امان الله امان الله شرفتونا والله والله ما حد يحاسب والله ما حد يحاسب يا رب توك تقول ما ذكرت ابن حلال ابن حلال وراك وراك ناس وراك محبين وجمهور تنكبني الله طيب لا لا تسمع قبل ما تطلعون انشد حلو واجباتك لبيه سؤال عادي انه تصير او نصور فيها اذا يوم الجمعه جيتوا اذا طلعنا ترى بنجي نصور فيها مرحبا ابد مرحبا اوصلكم انا لو والله كفو ان شاء الله والله كفو ابو غير انا كيف ريوس حركات شباب هذا صدم الثنتين بحلبها تصدمين تصدموا برا هتدور هذا ان شاء الله يا دي لبيه هي اركب من هناك تعال 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 اركب من هناك احنا خذينا اللي ذاكر وبس اللي ما ذاكر يروح يجلس يذاكر ذاكرت ذاكر شباب شو حركة شباب؟ يقول أمشي أوه اسود يحفظكم إن شاء الله أكسر 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 شفت حركات الشباب هذه؟ ها سوي حركات شباب سوي حركات شباب توصل شيء الربع سلام نبي نوصل الرياض شوي وراجعي فما الله جايز انت ما انت بس شفاء انت سام سعد سبيعي طلع طلع لا لا هذا سعد بنروح طالع بس تصدمني علامك اصبر لا تخليني اسوي لك حركات شباب الحين ما بتساعدهم ان شاء الله الصوت القرقع هذا احد يبغى شيء من لاس فيغاس اجل اسمع هاي والله ما تذكرني اتذكرني والله بالمافيا السلاح تحت الدرج هناك الله يستر الله يستر عليك استر عليك تعال جنب ذيك أمان الله والله بعيد يا ولد الحلبة هذه أروح أبيع ما في يا ريوس يا ولد سعد